بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. إخوة الحضور، العلماء والدكاترة والمفكرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفوني أن أدير هذه الجلسة، الجلسة الثالثة المسائية. ندعو الله أن يوفقنا لما فيه خير العباد إن شاء الله. إخوتي الباحثين الكرام، هذه الجلسة تحت عنوان العقائد والأديان ودراسات الفرق والفكر والقانون. هذه الجلسة مكونة من عدة أبحاث قيمة، لكن بعض الإخوة الباحثين أثاروا أوقاتهم وأعطوا أوقاتهم للآخرين، نشكرهم شكرا جزيلا. منهم الأستاذ الدكتور ثامر العلواني وبحثه جهود العراقيين في دراسة الفرق والنحل في القرن 14 الهجري، والأستاذ برهان فقي محمد وبحثه حول الدكتور مصطفى الظلمي حياته وأراه العقدية والأصولية، وكذلك الأستاذ صديق يحيى فرحان وبحثه الشيخ أبو الخطيب وجهوده العلمية والدعوية، وكذلك الدكتور أوان عبد الله محمود الفيضي حول حركة تقنين الفقه الإسلامي في العراق والبلاد الإسلامية، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة. هؤلاء الإخوة أثاروا أوقاتهم وأعطوها للإخوة الآخرين. بقي من الباحثين 7 باحثين، نأمل أن يستطيع الباحثون أن يدلوا بدلوهم ويقدموا بحوثهم بشكل مختصر وفق المدة المقررة للجلسة وهي 10 دقائق. البحث الأول للأستاذ حسين علي دلي، ماجستير مقارنة الأديان، وبحثه بعنوان جهود العلماء العراقيين في دراسة الأديان، فليتفضل. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. الشكر موصول لهيئة علماء المسلمين وقسمها العلمي على هذا المؤتمر القيم في مادته، المهم في توقيته، الجامع في أهدافه. نسأل الله أن يبارك بهذا المؤتمر وما ينتج عنه من بحوث ودراسات. بحثي أيها الإخوة أيها الكرام، كما ذكر مقدم الجلسة، هو جهود العلماء العراقيين ومساهماتهم في علم الأديان. والبحث قسم إلى مبحثين رئيسيين. المبحث الأول هو المساهمات في الأديان القديمة والوضعية، وتشمل الأديان البدائية والوثنية. والقسم الثاني هو المساهمات في والدراسات في النصرانية والصابئة واليهودية. وقد يستغرب البعض لماذا أدرجت الصابئة مع اليهودية والنصرانية، فلذلك بسبب أن هناك خلاف بين علماء الأديان حول الجهة أو القسم الذي يوضع فيه ديانة الصابئة، لأن هناك من العلماء من يجعلهم أصحاب ديانة وثنية بحكم أنهم يعبدون الكواكب، وهناك من يجعلهم ضمن الأديان لأن صاحب هذا الدين الصابئة وزعماء الصابئة يقولون أنهم موحدون، ينتمون إلى عقيدة التوحيد، وأن نبيهم يحيى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. البحث أيها الأخوة طبعا تجاوز 50 صفحة، ولذلك سنستعرضه بإيجاز من خلال النتائج الرئيسية التي والملاحظات التي استقيناها بعد البحث والتنقيب عن العلماء الذين ساهموا في علم الأديان. والحقيقة بعد الجرد والإحصاء وجدت 17 شخصية لها مساهمات في علم الأديان، وأنا أعتقد أن هذه 17 شخصية قليلة في علم الأديان. الملاحظة المهمة أن دراسات العراقيين في علم الأديان قليلة جدا في الفترة التي طبعا معنية في
القيد الذي قيده المؤتمر قليلة جدا مقارنة بالجهود والدراسات في الفقه والأصول والحديث والتفسير. ورغم ذلك كانت هذه المساهمات، كانت هذه الأبحاث، كانت الكتب والمؤلفات في علم الأديان معظمها قيمة. الملاحظة الأولى أن من درس أو عفوا من كتب في علم الأديان ينتمي إلى ثلاث فئات، إما كان من علم الآثار مختص بعلم الآثار وقادته الدراسات الآثارية والاكتشافات العلمية إلى الكتابة عن الأديان بحكم أن هناك روابط لغوية وروابط ثقافية بل واجتماعية دلت عليها المكتشفات الآثارية. وهناك فئة تنتمي إلى فئة المؤرخين كتبوا عن علم الأديان بحكم أن مادة الأديان تدخل في علم التاريخ. وهناك الفئة الأكثر وهي فئة علماء الشريعة الذين كتبوا أيضا عن الأديان بحكم أنها تدخل ضمن الإطار العام للعلوم الشرعية الداخلة في العلوم الإسلامية. 17 شخصية طبعا مادة أو وقت البحث القيد البحث إنه 5 قرون الأخيرة، لكن أنا لم أجد أقدم من مؤلف الشيخ نعمان خير الدين محمود الألوسي ابن المفسر الألوسي، هو أقدم شخصية وجدتها ضمن هذه الفترة كتبت في علم الأديان، وله كتاب هو الأكبر في هذا البحث. الكتاب من مجلدين تقريبا 1600 صفحة وعنوانه الجواب الفسيح لما بدله عبد المسيح. وهذا الكتاب القيم طبعا الشيخ نعمان الألوسي مولود عام 1252 هجرية الموافق 1836 ميلادية، فهو في القرن قبل الماضي. وأول هذا المؤلف تاريخه في 1886 ميلادية 1306 هجرية، فهو أول الكتب الداخلة ضمن هذا البحث. وآخرهم طبعا هو الدكتور سعدون الساموك المولود عام 1942. الشخصيات 17 من المهم ذكرها لأنه كثير منها غير معروفة لأغلب الحضور بل لأغلب المهتمين بالعلوم الشرعية، وهم طبعا بعد الشيخ نعمان الألوسي داود تشلبي الموصلي، وهذا الرجل أصله مسيحي وأسلم بعد إسلام والده طبعا وهو من أهالي الموصل، فاروق سعيد الدملوجي، طه الهاشمي. وقد يستغرب البعض من المهتمين بالسياسة أن طه الهاشمي كتب كتابا ماتعا في الأديان رغم أنه كان وزير الدفاع بل ورئيس الوزراء الدولة العراقية عام 1941، فرغم كل هذه المهام وهذه المسؤوليات السياسية لكنه تفرغ في آخر عمره لكتابة الأديان، فهو من المهتمين بالأديان وله كتاب قيم جدا تاريخ الأديان وفلسفتها. وهناك أيضا المؤرخ المشهور عبد الرزاق الحسني، وهذا أيضا استفاد من عمله في سلك الدولة العراقية في أيام رئيس الوزراء نور السعيد وقبلها طبعا أيام العهد الملكي. وهناك أيضا الأستاذ جواد علي، طه باقر، سامي سعيد الأحمد، فاضل عبد الواحد، سعدون الساموك، يوسف رزق الله غنيمة وهذا رجل مسيحي، الدكتور أحمد سوسة وكلكم يعرفه أحمد سوسة يهودي من مواليد مدينة الحلة ثم أسلم وكانت لديه مؤلفات قيمة جدا في اليهودية، ثم الشيخ العلامة عبد الكريم زيدان رحمه الله وفيصل السامر وسعدون ساموك وهو آخر الأساتذة الداخلين في هذه الفترة. النتائج أخواني في البحث لأنه لا يتسع ذكر كثير في التفاصيل، طبعا احنا أخذنا شيئا من حياة كل مؤلف ونشأته العلمية ثم كتاباته ومؤلفاته، وخصصنا في البحث المؤلفات المختصة بالأديان. من الملاحظات التي يعيد ذكرها ضعف دراسات الأديان المقارنة في العراق أسوة ببقية البلدان المهتمة بالأديان مثل مصر مثل المغرب مثل سوريا بسبب عدم وجود متسع للدراسات الدينية، تأخر إنشاء الأقسام والدراسات العليا في العراق قياساً بالدول المجاورة أو الدول التي تضم أديان وأقليات دينية، فضلاً عن أنه بعض الأنظمة المتعاقبة على حكم العراق كانت تنظر إلى دراسات الأديان على أنها قد تثير العنصرية والعرقية والطائفية ولذلك كانت مضيقاً عليها نوعاً ما،
ولم تنهض دراسات الأديان في العراق إلا في الثمانينات والتسعينات، وهناك أصبح توسعا كبيرا فيها. لكن ما قبل هذه الفترة في السبعينات كانت المؤلفات على عدد أصابع اليد. كما ذكرنا ترجع جذور معظم من كتب في الأديان إما للآثارين أو المؤرخين أو علماء الشريعة. بعض من كتب إخواني في الأديان كتب في الأديان وكتب في الفرق أيضا. طبعا بحث أخونا الدكتور ثامر العلواني الذي أعطانا وقته مشكورا هو مختص في الفرق وأنا في الأديان، فبعض المؤلفين سيكونوا حاضرين في البحث المتعلق بالأديان وحاضرين أيضا في الفرق، لأنه معظم من كتب في الأديان كتب أيضا في الفرق الموجودة في العراق. كثير من المؤلفات إخواني غير مطبوع إلى اليوم، هناك مخطوطات لهؤلاء المؤلفين لم تطبع أو طبع منها مؤلف أو مؤلفين فقط، وبعض ما طبع فقط طبعة واحدة بالكاد تجد الآن منها نسخا في دار الوثائق العراقية أو في مكتبة الأوقاف أو في بعض الكليات الشرعية. من مؤلفات عن اليهودية والنصرانية والصابئة لم يتبع الطرق العلمية الدقيقة كالاستهداء بعلم الأنثروبولوجيا، علم الإنسان، والاطلاع على عقائد الأقوام من أن أصحاب هذه الأقوام أنفسها بسماع كلامهم بالمعرفة الطقوس التي يتبعونها رغم وجود المادة البحثية وإمكانية الوصول، وربما يرجع ذلك إلى ضعف المخصصات الموجودة. معظم من كتب أخواني خاصة الآثارين والمؤرخين ابتعثتهم الدولة العراقية إلى الخارج، فالآثارين أرسلوا إلى الولايات المتحدة، إلى بريطانيا وألمانيا. أكثر هؤلاء يتقن لغات قديمة، يعني الآثارين على وجه الخصوص يتقن اللغة المسمارية، اللغة الأكادية الأرامية مثل دكتور سامي سعيد الأحمد، مثل دكتور فاضل عبد الواحد، مثل دكتور طه باقر، فضلا عن إتقان اللغة الإنجليزية ومعها ربما لغة ألمانية أو لغة فرنسية، فكانوا متقنين في هذه المسائل وساعدتهم كثيرا في نقل الموروث الآثاري والاستفادة منه في الكتابة عن الأديان القديمة. نتكلم عن حضارات وادي الرافدين وعن الحضارة المصرية وعن الفينيقية وكيفية ترجمة الاكتشافات الآثارية باللغة الآرامية والأكادية إلى اللغة العربية. المنهج البحثي لهؤلاء المؤلفين إخواني الآثاريين والمؤرخين غالبا ما اتبعوا المنهج الوصفي التاريخي، فيستقرؤون ما كتب قديما حديثا سواء كانت مؤلفات أجنبية أو مؤلفات عربية، ثم يدونون ويقسمون ويبوبون كتبهم وفق تلك الدراسات. لكن معظم من كتب من علماء الشريعة والآثار اتبعوا المنهج النقدي والتحليلي في الكتاب عن هؤلاء، فكانت هناك ترجيحات عند الخلاف في بعض الآراء المتعلقة باليهودية والنصرانية، خاصة مثل الدكتور أحمد سوسة، مثل الدكتور عرفان عبد الحميد، مثل الدكتور عبد الكريم زيدان. من الأمور الإيجابية أخوانا التي رصدها البحث هو هناك اهتمام جيد في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات في علم الأديان. أنا جردت أكثر من 300 عنوان رسالة ماجستير ودكتوراه وبحث تكميلي في هذا علم الأديان، لكن للأسف معظمها كما ذكرت ليست داخلة في قيد الذي وضعه المؤتمر وهو إلى غاية عام 1980. هناك أساتذة متخصصون طبعا في الفترة الأخيرة برزوا في علم الأديان، من ضمنهم رشيد الخيون، خزع الماجدي، رعد المدرس، لديهم اهتمامات كثيرة. أختم بالتوصيات إخواني الكرام لأن الوقت قارب على انتهاء. أولا نحن ندعو سواء الأخوة في الهيئة أو الأساتذة في الكليات الشرعية في داخل العراق إلى العناية بأقسام دراسات الأولية والعليا المختصة بالأديان وجعلها أقسام مستقلة في ضمن أصول الدين وليست مدمجة مع أقسام أخرى. الاهتمام كثيرا بدراسة ونقد العهدين القديم والجديد، نتكلم عن هذا العلم أصبح متقدم جدا لكن في العراق ما زال متأخرا، والاهتمام بعلم حوار الأديان وهو أحدث العلوم التي يتم تداولها كثيرا في أروقة المراكز العالمية المهتمة بالأديان. الدعوة لإنشاء مركز متخصص بدراسة الأديان والاستشراق على وجه الخصوص تحليل الأفكار المضادة ضد الدين الإسلامي، يتجاوز الدراسات التقليدية، والاهتمام بأهمية أن يكون مبنية على العقائد الإسلامية، الاهتمام بطباعة الكتب التراثية والكتب القديمة،
ونحتاج إخواني صراحة في ظل الاهتمام الكثير إلى أهمية صناعة المحاور. اليوم لدينا كثير من الهجمات والشبهات التي تثار ضد الإسلام، نحتاج كثيرا أن يكون لدينا محاورون على قدر من العلمية والرصانة واللغات الأجنبية، وأن يكون لدي القدرة على متابعة ما يثار ضد الإسلام من شبهات، والآن ما أكثرها من شبهات وهجمات في الإعلام وفي السياسة، وتتبناها دول ومراكز كثيرة ليست في العالم الغربي بل حتى في عالمنا العربي. نحتاج كثيرا من الاهتمام ببناء محاورين يستطيعون الدفاع والرد عن الإسلام وبيان محاسنه وفضائله وإعجازه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. شكرا جزيلا للأستاذ حسين علي على بحثه جهود العلماء العراقيين في الأديان، خاصة والعراق كاسمه عريق بتاريخه وحضارته وهو مركز الأديان. طبعا هذا البحث بحث طويل وحتما يحتاج إلى وقت أكثر، لكن منهج إلقاء المحاضرات يحتاج إلى تلخيص وإلى اختصار. نرحب بالضيوف الكرام دكتور نهرو والوفد المرافق له الذين حتما جاءوا إلى استماع المحاضرة الثانية للدكتور هيوا طاهر الشيخ ملا زادة كلية الدعوة السليمانية حول دور المدرسة الكربشنية الشريفة وأعلامها في الفكر والتربية الروحية في كردستان العراق، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحثي بعنوان دور مدرسة كربشنا الشريفة وأعلامها في الفكر والتربية الروحية في كردستان العراق. أهديت بحثي هذا إلى شيخنا الحاضر حضرة الشيخ السيد محمد المحمد الكسنزاني، أطال الله بقاءه لخدمة الإسلام والمسلمين. وبدأت بمقدمة فأقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، تعد منطقة كردستان الواقعة في شمال العراق من المناطق التي دخلت الإسلام مبكرا وعملت على خدمته ونشره والدفاع عنه منذ القدم إلى اليوم، وبقيت محافظة وملتزمة بالإسلام وأحكامه والحمد لله، فلا تجد فيها قرية إلا ولها مسجد وإمام، وقد تكون فيها مدرسة للعلوم الشرعية، وكانت المنهجية العلمية التي تبناها علماء المنطقة، إذ يقوم الشيخ بتدريس عدد معين من الطلبة الواصلين إلى مرحلة متقدمة من الدراسة، ما تسمى في مصطلحات المدارس الدينية الأهلية في كردستان بمستعد، وهم بدورهم يقومون بتدريس الجيل الثاني ما يسمى بسختة، الذين لا يزالون يحتاجون إلى مزيد من التعليم. ومن أهم المدارس التي لعبت دورا بارزا في التربية والتعليم والعرفان مدرسة كربشنا التابعة لمحافظة السليمانية في شمال العراق، حيث ربى مشايخها وأعلامها جيلا على التربية الروحية والحب والتزكية والذكر والفكر. هذا ما سيبينه الباحث من خلال بحثه بعنوان دور مدرسة كربشنا الشريفة وأعلامها في الفكر والتربية الروحية في كردستان العراق. وقسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد في تعريف الألفاظ الواردة في العنوان ومبحثين: المبحث الأول في بيان حياة سلسلة أعلام مدرسة كربشنا، أما المبحث الثاني فبينت فيه دور ومنهج مدرسة كربشنا وجهودها في التربية والتزكية لطلابها ومريديها، وتأتي الخاتمة لتلخص أهم ما توصل إليه الباحث. أما المبحث الأول في بيان حياة سلسلة أعلام ومشايخ مدرسة كربشنا الشريفة،
المطلب الأول في بيان حياة السيد الشيخ عبد الكريم قدس الله سره العزيز الملقب بشاه الكسنزان، حيث ولد السيد الشيخ عبد الكريم في عام 1235 الموافق ل 1815 في قرية كسنزان التابعة لناحية قرداغ في محافظة السليمانية، وكان والده الشيخ حسين رجلاً صوفياً زاهداً، وكان السيد الشيخ عبد الكريم الذي عرف بشاه الكسنزان مولعاً بالتصوف وذا خلق عظيم، يحب الفقراء ويعطف عليهم ويقوم على خدمتهم. أما المطلب الثاني في بيان حياة السيد الشيخ عبد القادر الملقب بالشيخ عبد القادر المهاجر، كان السيد الشيخ عبد القادر الكسنزان رجلا زاهدا ومتصوفا ورعا في غاية التقوى منذ شبابه، حيث عاش في زمن الحرب العالمية الأولى، وكان من ألد أعداء الاحتلال البريطاني، ووقف ضد الإنجليز في خطبه ومواعظه، حيث أعلن الجهاد بين المريدين بصورة خاصة وحث المسلمين عليه بصورة عامة، وقد كان يناشد الناس في خطبه ومواعظه ودروسه ويقول: قدس الله سره العزيز، أيها المسلمون هلموا لمساعدة المجاهدين في الجنوب إخوتكم العرب، فإن كل من حمل السلاح ضد الاحتلال أو قتل محتلا أو ساعد المجاهدين بأمواله ولسانه فهو مسلم مجاهد، شفاعته يوم القيامة واجبة وهو من أهل الجنة، قدس الله سره. أما المطلب الثالث عن حياة السيد الشيخ السلطان حسين، حيث ولد السيد الشيخ السلطان حسين الكسنزاني عام 1306 الموافق 1885 في قرية كربتشنا، وتربى تربية دينية حيث درس القرآن الكريم وعلوم النحو والفقه في المدرسة الموجودة في قرية كربتشنا آنذاك، وسار على نهج والده في ثباته ومواقفه الدينية والوطنية من التربية والتضحية والجهاد. أما المطلب الرابع في بيان حياة السيد الشيخ عبد الكريم، ولد السيد الشيخ عبد الكريم بن السيد الشيخ عبد القادر الكسنزان سنة 1335 الموافق 1915 في قرية كربتشنا في عائلة دينية معروفة بالتقوى والصلاح والتصوف، حيث كان والده شيخ الطريقة والإرشاد. أما المبحث الخامس في بيان حياة شيخنا الحاضر السيد الشيخ محمد المحمد الحسين الكسنزاني، ولد السيد الشيخ محمد بن السيد الشيخ عبد الكريم سنة 1358 الموافق ل 1938 في قرية كربتشنا، ونشأ نشأة صوفية خالصة، وهو لا يزال قائما على نهج آبائه ومشايخه من التربية وإرشاد المسلمين من التربية والتعليم وتوجيه المريدين والمرشدين، وله مؤلفات كثيرة في التربية والتاريخ والتصوف والعرفان، لعل من أبرزها موسوعة الكسنزان لما اصطلح عليه أهل التصوف والعرفان، وهي موسوعة مهمة لطلاب العلم وطلاب الدراسات العليا، تضم 24 مجلدا. ونأتي إلى المبحث الثاني في بيان منهج مدرسة كربتشنا في التربية لطلابها ومريديها، ويتكون من ثلاثة مطالب. المطلب الأول في بيان منهج مدرسة كربتشنا وجهودها في التربية، وذلك بتمسكها بالقرآن والسنة. أما المطلب الثاني في بيان منهج
مدرسة كربجنا وجهودها في التربية، وذلك عن طريق الخلوة ومداومة الذكر. أما المطلب الثالث في بيان منهج مدرسة كربجنا وجهودها في التربية لطلابها ومريديها داخل المدرسة أو ما تسمى بالتكية. ونبين المطلب الثالث، حيث إن مدارس كربجنا تلعب دوراً مهماً في تعليم وتثقيف الطلاب والمريدين داخل المدرسة ما تسمى اليوم بالتكية، حيث يوجد في كل مدرسة مدرساً أو خليفة يوجه المريدين وكالة عن الشيخ ونيابة عن الشيخ. فالتكية بالإضافة إلى مكان للصلاة والذكر توجد فيها مطبخ لتوفير الطعام لمن أراد أن يعتكف أو يبات فيها، حيث يقوم القائم على مدرسة وتكية كربجنا بتربية المريد وتربية المجتمع وبناء ثقافته. وفي زماننا هذا تلعب مدارس كربجنا دوراً فعالاً في التصدي للتحديات التي تواجه المسلمين، وهو تنامي الحركات التكفيرية المتطرفة. ونأتي إلى الخاتمة والنتائج والتوصيات. إن العصر الذي تأسست فيه مدرسة كربجنا هو أواخر عصر الدولة العثمانية الذي ضعف فيها شوكة الإسلام وقلت التربية والتزكية، وقد ساهم هذا الضعف التربوي في تدهور الناحية الاجتماعية، فكثر فيه أهل الفساد وعز فيه أهل الصلاح، وغزت المجتمع مظاهر لم تعرف في مجتمع إسلامي سابق. وبالرغم من تدني الحالتين السياسية والاجتماعية، استطاعت هذه المدرسة أن تربي جيلاً إسلامياً تربيهم وتجمعهم على الحب والطاعة والتربية والتزكية. ثانياً، لم تنتهي مسيرة هذه المدرسة العريقة برحيل أعلامها ومشايخها السابقين، بل الجهود مستمرة في الدعوة وإرشاد المسلمين بقيادة وريادة حامل لوائها حضرة شيخنا الحاضر ووكيله العام جناب الدكتور نهرو حفظهم الله تعالى وأدامهم. أما التوصيات والمقترحات، فأوصي وأقترح على العمل على إنشاء دورات تربوية للتكايا لكي ينشأ المريد السالك مسلك مشايخه الذين تربوا على العلم والعمل به من التزكية والتربية، لأن هذه المدرسة امتداد لمدرسة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، وهذه هي امتداد لهذه الطريقة المباركة، الطريقة العلية القادرية الكسنزانية. هذا ما توصل إليه الباحث في بحثه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا من بركات وعلوم وأنفاس مشايخنا المربين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا جزيلا للدكتور الشيخ وطاهر الشيخ حول بحثه حول هذه المدرسة الشريفة. ومن المعلوم أن العراق هو بلد معروف بمدارسه المختلفة، سواء في مجال الفقه أو اللغة أو حتى مدارس التربية والروحية. البحث الآخر للشيخ الأستاذ هشام عبد الكريم البدراني الأربيلي، سميه الأربيلي لأنه حاليا يسكن في أربيل، وهذا شرف لأهل أربيل إن شاء الله. والأستاذ معروف بكتبه ونتاجاته العلمية المتعددة. بحثه حول جهود الإصلاح والتغيير عند محمد حبيب العبيدي. وفي مقدمتهم من أعد لهذا المؤتمر أو هذه الندوة حول جهود العلماء، وأيضا للدكتور الأمين العام لهيئة علماء المسلمين مثنى حارث الضاري على ما بذلوه من جهود في هذا المجال، حتى لا أطيل لأن الزمن محدد. قطعا المدن
تحيا وتزهو بعمارها، وعمار المدن العقلاء، وعلى رأس العقلاء العلماء. ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والعلماء ورثة الأنبياء، فحياة الأمة حياة بالعلم، وهؤلاء الورثة العلماء يهتمون بشؤون الناس كالأمراء والرؤساء. ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين. وهنا مدينتنا الموصل حالها حال سائر المدن المسلمة أو الإسلامية، تزهو بعلمائها. فقديما علماء الموصل اشتهر منهم المشهور أبو يعلى الموصلي، ابن جني في العربية، ابن الأثير الأديب الشاعر، ابن الأثير المؤرخ المحدث، ابن يونس صاحب الوجوه في المذهب الشافعي، وأعلام كثيرة قديما. وفي العصر الحديث، يعني إذا أخذنا العصر الحديث 100 سنة الأخيرة من 1850 إلى 1950، هذه 100 سنة نشأ علماء في الموصل كثر. وكان من أبرز هؤلاء العلماء الإمام العلامة الشاعر الأديب المفكر السياسي محمد حبيب العبيدي. نشأ محمد بن حبيب العبيدي وهو من مواليد 1878 على الأرجح، ويقال 1880 ميلادية. نشأ في أسرة عريقة من آل الأعرج، وهم سادة أيضا، وبحكم التقليد أنه يذهب الابن إلى دراسة العلوم الشرعية والمدارس الدينية، آنذاك هي كانت البارزة وكل العلوم تدرس فيها. فنشأ نشأة علمية ابتداء، واهتم في بدء حياته بالنحو والصرف والبلاغة والأدب والشعر، وعنده مؤلف وهو ابن 13 سنة في النحو. ولكن حين كانت أوضاع الأمة إلى انهيار وتعاني، فالعالم لا يمكن أن يقف متفرجا، وإنما يهتم بوحدة أمته وحال الناس وما أصابهم من تدني، ويحاول أن يأخذ بأيديهم إلى النجاة. فكانت أبرز مؤلفات هذا الإمام العالم 3 مؤلفات في بدء حياته. الذي الأول الذي هو خطبة نادي الشرق، ثم جنايات الإنجليز، ثم حبل الاعتصام، وسنأتي على هذا. لكن أحب أن أنبه أن هذا العالم ليس لوحده في الموصل، وإنما هناك علماء أجلاء قدموا ما قدموا في الموصل. منهم مثلا رشيد أفندي الخطيب، صاحب أولى ما قيل في آيات التنزيل التفسير الكبير، وله كتب أخرى. وكذلك محمد الشيخ الإمام، أيضا أقول محمد خضر الرحالي، وهو مدرسة كبيرة جدا، وعنده مؤلفات كثيرة في العلوم الشرعية، وعنده تفسير لم يطبع لحد الآن. وكذلك الشيخ حسن الحبار، عنده مؤلفات لم تر النور. وكذلك أعلام آخرون ما زالوا على قيد الحياة والحمد لله، مثل الدكتور أكرم عبد الوهاب، مثلا عماد الدين خليل، وغيرهم كثير، أيضا الشيخ إبراهيم النعمة. وهناك من أخذته يد القدر كالأستاذ رعد الحيالي، الأستاذ الفاضل الذي اهتم بمؤلفات للشباب. ولكن موضوعنا لهذا اليوم هو الشيخ الإمام المجدد محمد حبيب العبيدي. اتسم البحث في 3 محاور مباحث. المبحث الأول عنوانه سلب الهوية أو الهوية للأمة وطمس حقائقها.
هذا المطلب يناقش ثلاث، هذا المبحث يناقش ثلاث مطالب. الأول هوية المسلم، الثاني سلب الهوية وهو بأربع فروع، الثالث واجبات إنسان الحل وهو بثلاث فروع، الرابع ما لا بد منه لاسترداد الهوية وهو بفرعين. المبحث الثاني السياسة وصفات السياسيين وواجباتهم، وفيه مطالب أيضا، أربع مطالب. المطلب الأول السياسة وصفات وواجبات، تناول هذا المطلب مباحث أو فروع. الأول تعريف السياسة، صفات السياسي وواجباته، صفات الحاكم والحكم وواجبات الحاكم، الموانع في طريق السياسي، أدب السياسي. تناولها على الخصوص في كتبه المطبوعة والمخطوطة ما زالت. المطلب الثاني سبب الفساد السياسي في العالم. المطلب الثالث ما لابد منه للسياسة. المطلب الرابع معالم الحل السياسة الناجحة. وأيضا المطلب الخامس عوائق أمام الحل السياسي، وفيه ستة فروع. مبحث الثالث والأخير الحل السياسي وطرائق العمل فيه. المطلب الأول ما يجب للحل السياسي وفيه ثلاث فروع. المطلب الثاني شروط الحل السياسي وفيه خمسة فروع. المطلب الثالث الخصائص الفكرية للحل السياسي وفيه ثمانية فروع. المطلب الرابع الأصول الفكرية للحل السياسي وفيه أربعة فروع. والمطلب الخامس والأخير طريقة العمل للقومة بالنهضة السياسية. البحث أكثر من 50 صفحة يستغرق، لا أستطيع أن أجمع بومضة فكرية لكم، ولكن سأحاول أن أجمل وأبين ما يجب في هذه الدقائق. محمد بن حبيب بن سليمان العبيدي 1880، توفى في 1963، عالم فقيه، مفكر سياسي، أديب مبدع، شاعر ملهم، مخضرم، عاش 3 عهود. ولد في 40 سنة الأخيرة من عمر الخلافة العثمانية، من عمر الدولة الإسلامية الخلافة العثمانية، وعاش 34 سنة من عمره زمن الدولة الملكية في العراق، و5 سنوات من زمن الجمهورية. فهو قد تقلبت عليه أجواء المناخ السياسي لأنظمة حكم متناقضة، ولكن كانت المعاناة الأكبر عنده معاناة الخلافة العثمانية. كان حريصا على بقائها لما تمثله من وحدة المسلمين آنذاك، وكان حريصا على أن هذه الوحدة تبقى تحت راية الخلافة والسلطان عبد الحميد. مارس العلامة محمد حبيب دوره الريادي في تقلبات هذه الأزمنة، وامتلك الخبرة بصفة الفاعلية والنشاط وعزم الإرادة. لم تأفل حركته على الرغم من كبر سنه، وكان علما يتحرك في هذا المجال، وعزم الإرادة لممارسة حقيقة يسعى إلى تحقيقها وأهدافها. وكان له في كل أمر من أمور الأمة موقف عملي. من مواقفه العملية هذا الشيخ الإمام كان غنيا وثريا، كان يبعث البرقية الواحدة، وأنا وجدت في بيته وصولات تكلف أحيانا البرقية آنذاك ثروة كبيرة، 800 دينار عراقي آنذاك بالثلاثينات والعشرينات والخمسينات. أنا وجدت إحدى الصكوك للبرقية التي يرسلها إلى الملوك ورؤساء العالم، وتكلفه هذا المبلغ في سبيل أن يقدم نصيحة بما يحافظ على الأمة. مستعجل علي؟ فإذا هذا الشيخ العالم قدم جهودا كثيرة وحاول أن يأخذ بيد الأمة. حتى لا أطيل لأنه يبدو أنه الوقت، لكن أنا أحاول أن أقول الخاتمة. نعم، فهذا بعد أن يذكر في كتبه مثلا خطبة نادي الشرق، حبل الاعتصام ووجوب الخلافة في دين الإسلام، وجنايات الإنجليز على البشر عامة وعلى المسلمين خاصة، هذه الكتب التي طبعت بين 1914 ميلادية
و 1916 ميلادية، ذكر فيها وأرخ، ذكر فيها ما يجب على المسلمين أن ينتبهوا له وكيف يعاد مجدهم من جديد. وفي رسائل كثيرة للوزراء ورؤساء الوزراء وإلى الخمسينات تقريبا وحتى الستينات، عنده رسائل إلى نوري سعيد الراوي كان وزير المعارف آنذاك، وحتى رئيس الوزراء نوري وغيرهم من الحكام، كان يراسلهم بشكل النصيحة، وكلها موثقة، وقسم منها خطية بيده، وقسم من الكتب لا، مطبوع على آلة الطابعة والرسائل ولم تنشر. وجدت في مخزنه 3 دفاتر تقريبا، كل دفتر يطلع بحجم مجلد، برقيات للحكام، 3 مجلدات. هذا الشيخ، هذا الإمام، كان أمة لوحده، وكان لا يقبل أن يشتغل إلا بالنصيحة والأخذ على يد المسلمين. ولذلك أنه حدد للمعالجة بعد أن ذكر أمور ما حصل للأمة من ضعف، فحدد أنه لا بد من معالجة لهذا الأمر. فحين أراد أن يعالج، أنه قال لا يصلح الحال إلا بما صلح أوله. بعدين أنه تطرق إلى أنه كيف يكون الإصلاح وكيف يمكن أن تنشأ الأمة، فقال ما أرى بدا لمن فكر في ذلك حق التفكر من أن تنتهي به الحقيقة إلى نقطة مركزية، فينادي بأرفع صوت وأفصح لسان: يا أهل القرآن، عليكم بتعميم لغة القرآن. كان يريد أن يؤكد على هذه الجهة، هذه القضية، لأنها مهمة في فهم الإسلام. ركز على تقوية الفهم للكتاب والسنة، تجديد الأخوة الإسلامية، وطرح نقاط عديدة منها أذكر. يقول: كان المسلم أخا المسلم، يبذل له الصحبة ولا يأكل لحمه ميتا، والدين النصيحة. قال: وكان المسلم سالما من يد ولسان أخيه المسلم، كان المسلم ينصر أخاه مظلوما ويكفه عن الظلم، كان المسلم يعقل ويتوكل على الله، كان المسلم إذا وعد لا يخلف. طبعا أنا أختصر هذا الأمر، طريقة بيّن أنه لا بد من طريقة للنهضة، أنه لا بد من النهضة بالأمة، ولكن هذه النهضة يجب أن تكون سياسية فكرية وليست ثقافية أو علمية مجردة. بس نقطة واحدة أكمل إن شاء الله. وبيّن أنه واجب المسلمين الاعتصام بآيتين. الآية الأولى: أن تعتصموا بحبل الخلافة العظمى، الآية الأولى: واعتصموا بحبل الله جميعا. والآية الثانية: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. فيقول: فدواءكم أيها الوحيد، أيها المسلمون، أن تعتصموا بحبل الخلافة العظمى، يتكلم زمن الخلافة العثمانية. والأمر الثاني: أن تؤلفوا منكم لتلك الغاية المقدسة جمعية كبرى، اقتداء بتلك الآيتين الكريمتين واهتداء. وأيضا لا يكتفي بالنصح للمسلمين، بل ينصح غير المسلمين أن يكونوا أحرارا مستقلين، وأن الظهير لهم هم المسلمون لإنقاذهم وحفظ كرامتهم. هذا ما يسعني الوقت، والبحث إن شاء الله يطبع وتقرأونه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هشام عبد الكريم البدراني، واعتذر عن الضغط عليه، الذي بارك أسماعنا بالتكلم عن أحد الأعلام هذه الأمة، وهو العلامة محمد عبيد العبيدي. وقد لفت نظري حول كتبه الكتابة في المجال السياسي، حيث أن هذا المجال يعني قل ما كتب عنه المفكرون الإسلاميون. لذا أدعو من هذا المنبر الإخوة الباحثين في مجال السياسة الشرعية أن يقوموا بدراسة كتب هذا الشيخ والعلامة في مجال السياسة والسياسة الشرعية، وأدعو إلى طباعة موسوعة باسمه لأن كتب كثيرة عندهم مرفوعة. البحث الآخر إخوتي الأعزاء، الحضور الكرام، للأستاذ عامر سلمان العقيدي، وهو باحث ماجستير في الفقه، وبحثه الاتجاه الإصلاحي في العراق في النصف الأول من
عام 1850 إلى عام 1950 النشوء التطور الظواهر، لكن أرجو من الأخوة الباحثين المحاولة قدر الإمكان الالتزام بالوقت المحدد لإلقاء الملخصات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ظهرت في الدولة العثمانية في بداية القرن التاسع عشر حركة إصلاح حديثة تبناها عدد من رجال الفكر والسياسة في عدد من ولايات الدولة، وكانت هذه الحركة كرد فعل لما رأوه من حالات الانحطاط والتخلف السائد وبكافة المستويات. ولذلك ظهرت هذه الحركات لتبحث السبل الكفيلة لإيقاف هذا التدهور وبحث سبل النهوض بالدولة من جديد ومحاولة اللحاق بركب التطور والذي كان سائدا ومتناميا في بلاد الغرب. لقد كان للعراق كما باقي الولايات نصيب من هذه الحركات الإصلاحية، وكان من أبرز المجالات هو المجال الديني من خلال علماء أوفياء لأمتهم ولقضاياها العربية والإسلامية. لقد اخترت في بحثي فترة زمنية مهمة جدا في تاريخ العراق والأمة، وهي الممتدة من سنة 1850 إلى 1950 ميلادية، وتبرز أهميتها في النقاط التالية. من الناحية السياسية، فقد شهدت هذه الفترة ثلاثة تحولات في مسيرة العراق ووجوده، وهي نهاية الدولة العثمانية والتي كان فيها العراق ينقسم إلى ثلاث ولايات، ولاية بغداد والموصل والبصرة. ثم شهد العراق تحولا آخر بدخول قوات الاحتلال الإنجليزي البغيض عام 1917، وهي فترة كان العراق فيها تحت الاحتلال المباشر من قبل الحاكم العسكري الإنجليزي. ثم جاءت مرحلة أخرى وهي مرحلة تشكل الدولة العراقية، والتي لا زالت تداعياتها إلى اليوم حاضرة، وهي إعلان العراق كدولة ولكن تحت الوصاية البريطانية، واتخذت من شكل الحكم هو الشكل الملكي. في هذه الفترة وقعت أحداث مهمة جدا ساهمت في تكوين العراق الحديث الذي نراه الآن، ما تبقى منه عفوا يعني، وإلا هو. أولا، في عام 1869 وقعت هناك ثلاثة أحداث مهمة فتحت عيون العالم على العراق وفتحت عيون العراقيين على العالم. أولا، افتتاح قناة السويس، وبذلك تحقق لبريطانيا المراد في أنها تأتي مسرعة إلى العراق بعد ما كانت تستغرق أياما طوال في نقل جنودها وفي نقل جواسيسها، الآن أصبح الأمر مفتوح مباشرة إلى العراق. الأمر الآخر هو تعيين مدحت باشا واليا على بغداد، وهذا الرجل رجل الإصلاح، رغم أن سنوات حكمه كانت ثلاث سنوات، ولكنها أسست لما بعدها وفتحت آفاق الناس على الإصلاح. ومن ضمن إصلاحاته، وهذا مهم جدا، هو تأسيس جريدة الزوراء. كلها في هذا العام 1869 بدأ العراقيون والمثقفون منهم وهم قليل، ويعني المؤلم أن نسبة الأمية في ذلك الوقت في العراق كانت 96%، يعني 4% فقط من العراقيين يقرؤون ويكتبون. ومع ذلك جريدة الزوراء ألحقت بها جريدة الموصل، ثم ألحقت بها جريدة البصرة، وبدأ العراقيون في ذلك الوقت يتحدثون عن الثورة الفرنسية وعن الأفكار الاشتراكية وعن ضرورة قيام الخلافة العثمانية في ذلك الوقت والخليفة بإصلاحات حتى تستمر هذه الخلافة، لأنها كما ذكر فضيلة الشيخ أستاذنا الشيخ هشام أنها كانت جامعة للأمة الإسلامية. الذي أثر أيضا في مسيرة الإصلاح في العراق هو قيام الحرب العالمية الأولى، ودخول العراق مرغما أو على الأقل كان شيء من ساحة القتال فيه، لأن نهاية هذه الحرب
هي كانت نهاية الدولة التي يخضع إليها العراق، وبالتالي تحول من خلافة إسلامية إلى حكم إنجليزي مباشر، وما جلب معه من الويلات، ولا نحدثكم عن ويلات المحتل لأننا لازلنا نعيش رهاصاتها إلى اليوم. ثم بعد ذلك اكتشاف النفط في العراق في هذه الفترة، أنا أتحدث عن 1950، في هذه الفترة أيضا اكتشف النفط، فأصبحت العيون إلى العراق أكثر وتوجهت إليه الأطماع مباشرة. إضافة إلى هذا، ترك في نفس العراقيين جرح غائر عميق، وهو اقتطاع جزء مهم من هذه الأمة، وهي الأحواز العربية، بعدما كانت خاضعة إلى العراق وكان حاكمها مرشح ليكون ملكا للعراق. الشيخ خزعل كان أحد المرشحين الثلاثة ليكون ملكا على العراق، وإذا به يؤسر ويدفع إلى الإنجليز لينتقموا منه، ثم ترك هذا الأمر جرحا غائرا في نفوس العراقيين. ثم جاءت الطامة الكبرى بإعلان دولة إسرائيل أو دولة الكيان الصهيوني، والتي نحن لا شك أننا لا نعترف بها، وإنما نذكرها من باب يعني الإعلام، يعني كتعوذنا من الشيطان. من المهم جدا أن نذكر هنا أنه لا تزال الكتابات التوثيقية لهذه المرحلة قليلة ونادرة جدا، وذلك لعدة أسباب. أولا، عسر الحال السياسي في تلك الفترة. ثانيا، شدة الانغلاق والجمود الذي كان يلف الحياتين الدينية والاجتماعية، مما تسبب في وجود حالة من الاستكانة من قبل أغلب العلماء والمفكرين. لهذا كان التزموا الجمود والتزموا العيش والبقاء على المألوف وحاربوا كل جديد. ندرة التأليف في تلك الحقبة، وهذه مشكلة تواجه الإصلاحيين، أنه بغياب التأليف والمؤلفات كانت الأمور تبقى على حالها ولا يمكن تحقيق أي تغيير. ومن هنا إخواني لابد لي أن أسجل ملاحظة مهمة. في مصر، كانت مصر في ذلك الوقت أخذت شيء من الانفتاح والحرية أكثر، باعتبار أنه محمد علي أسس يعني خلينا نقول ولاية بعيدة غير خاضعة للولاية العثمانية المباشرة، فظهرت المؤلفات، وخطأ نسب كل دعوة إصلاح أنها كانت للمصريين، وبالذات كان رشيد رضا محمد عبده الأفغاني، علما أن الشيخ الأفغاني ليس مصريا وأن رشيد رضا ليس مصريا، مع طبعا اعترافنا بجهودهم الكبيرة، ولكن غياب التأريخ وغياب الكتابات جعلنا ننسى جهود علماء مصلحون كثيرون، أمثال حسن العطار في مصر، وعبد القادر المغربي في سوريا، وروحي الخالدي في فلسطين، وشيخنا الآلوسي، والشيخ عبد الكريم الشيخ للصاعقة، والشيخ أمجد الزهاوي في العراق، وابن باديس في الجزائر، وغيرهم من علماء الإصلاح. لقد واجه الإصلاح الديني في العراق تحديان كبيران. أولا، تحدي داخلي، وهو وجود واقع ووسط ديني مكبل بقيود كثيرة وتحفظ شديد، مع وجود أفراد دينيين هم في الحقيقة ورثة عن آبائهم وأجدادهم، ورثوا الألقاب وورثوا المزايا المالية، وكانت من أكبر المصائب التي تقع على رؤوسهم أن يقال هناك دعوة للإصلاح. التحدي الثاني، وهو التحدي الخارجي، وهو التقدم الأوروبي والذي أحاط بالعالم الإسلامي من كل مكان، وجعل الناس تشعر لماذا هؤلاء الأوروبيون يتقدمون ونحن في كل يوم نزداد تخلفا وتراجعا. كل هذه إرهاصات دفعت ثلاثة من علماء العراق الكبار أن يقتلقوا في هذه المئة سنة ليجددوا لهذا البلد دينه وفكره، وهم الشيخ الآلوسي رحمه الله، والشيخ عبد الكريم الشيخ الصاعق رحمه الله، والشيخ أمجد الزهاوي. تمثلت هذه الأفعال الإصلاحية، ونحن نختصر هنا لأن لضيق الوقت، أولا مواصلة التدريس ومواصلة التأليف، واشتهر في ذلك الوقت
وجود بعض المؤلفات وخصوصا للشيخ الآلوسي، لأن هذه المؤلفات عندما تنتشر تنشر الوعي وتنشر الثقافة بين الناس وتحفزهم للإصلاح. ثانيا، وهو من أهم الأعمال التي جعلتهم علامة مميزة في الإصلاح، وهو موقفهم من الاحتلال. كان الشيخ الآلوسي رحمه الله له موقف حاد وكبير من الاحتلال، وحاول المحتل الإنجليزي وعملاء أن يغروا في ذلك الوقت ولكنه رفض، وكان له أخ وهو كان مسؤولا كبيرا وعينه الإنجليز في وقتهم وزيرا للداخلية، فقاطعه الشيخ الآلوسي حتى مات. وكذلك كان موقف الشيخ عبد الكريم الصاعقة من الإنجليز، وكان يحرض عليهم ليس فقط في المساجد وإنما حتى في المقاهي. ثم موقف الشيخ أمجد الزهاوي من الاحتلال الإنجليزي وأيضا من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. أنتقل الآن، اسمح لي، إلى التوصيات. أقرأ فقط مقدمة التوصيات. لا بد لي وأنا أعرض نتائج الإصلاح في ذلك الزمان أن أنتقل بعجالة إلى زماننا الحاضر والذي فيه من أوجه الشبه الكثير، فالأمة على حالها بين تفرق سياسي علامته المميزة الحدود وجواز السفر، وفكر قطري تجاوز فيه الولاء الدين والأمة، وبين تفرق ديني ومذهبي وعقائدي ضيع طاقات الأمة ووقتها في سجالات لا تسمن ولا تغني من جوع، بل الأدهى من ذلك أنها لا تداوي جراحنا ولا تبرئ مرضنا، وهي من سبل الشيطان وبابا من أبواب حزبه الذي حذرنا الله تعالى منه بقوله إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وبين احتلال طالت براثنه عواصم الخلافة ومنها قبلة المسلمين الأولى المسجد الأقصى. وكل ذلك يستلزم منا أن نضع اليد على الجرح وأن نشخص ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وكل حسب اختصاصه. وإني لأجد بعد إمعان في النظر وتدقيق في الخبر أن إصلاح علوم الدين منهجا وممارسات هي أولى خطوات بناء الإنسان المسلم بناء صحيحا، كي ينهض بأمته من جديد وفق رؤية واضحة ومنسقة تتضمن أكثر من تغيير الطرائق، بل تسعى إلى إعادة تقييم كاملة للتراث الديني وبيان الضعف في الكتب المعتمدة والعادات المتبعة التي تفتقر إلى أساس واضح في الكتاب والسنة. وقد قسمت هذه الرؤية إلى ثلاثة أقسام، كل منها يتعلق بعلم من علوم الشريعة وهي العقيدة والفقه وأصول الفقه، والتي أجد إن إصلاحها إصلاح لباقي العلوم، فهي بالضرورة تتبعها أو جزء من مفرداتها. ونظرا لضيق الوقت لا نستطيع أن نخوض في شيء من تفاصيلها. وبارك الله فيكم، وصلى الله على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا. نشكر الأستاذ عامر العقيدي حول بحثه حول الإصلاح في العراق في هذه المرحلة. والإصلاح مطلبنا دائما في كل المراحل، خاصة ونحن في هذه المرحلة العصيبة من الأمة. ندعو الله أن يصلح أحوالنا وأمورنا في الأمور كلها، آمين يا رب العالمين. البحث الآخر للأستاذ كارزان فقي خليل كريم من الجامعة اللبنانية الفرنسية في أربيل، وبحثه حول أحد أعلام أربيل وهو الدكتور عبد الله بن مصطفى النقشبندي الهرشمي، حياته وجهوده وآثاره الفكرية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية شكر الموصول للقائمين على المؤتمر والمنظمين جزاهم الله خير الجزاء. ورقة بحثي بعنوان الشيخ عبد الله النقشبندي، حياته وجهوده العلمية وآثاره الفكرية. مقدمة، إن من الوفاء للعلماء إحياء ذكرهم وإخراج إرثهم والاستنارة بما حوت كتبهم من علوم وفوائد وفنون وفرائد، من أجل هذا فقد رأيت أن أكتب عن علم من أولئك الأعلام الأجلاء الذين قدموا للعالم جهدهم ليبينوا لهم سبل الرشاد والهدى
ويوضح لهم أحكام دينهم، ألا وهو الشيخ الدكتور عبد الله النقشبندي الهرشمي. وأقدم في هذا البحث سيرته وجهوده العلمية وجوانب حياته وآثاره الفكرية. وقد سميت البحث بالشيخ الدكتور عبد الله بن مصطفى بن أبي بكر النقشبندي، حياته وجهوده وآثاره الفكرية. أسباب اختيار هذا البحث: السبب الأهم وراء موضوع بحثي هو أن شيخنا أحد علماء العصر الحديث، وكان نجماً ساطعاً يتلألأ في سماء العلم والفقه والتفسير والقانون والاقتصاد. ويأتي أهمية البحث أن الشيخ عبد الله النقشبندي عاش في القرن العشرين الميلادي، وكانت دولة العراق في هذه الفترة شهدت تحولات سياسية وعلمية كثيرة وغير مستقرة من الناحية السياسية والثقافية، ولكن الشيخ المرحوم لم يكن متأثراً بهذه التغييرات، بل كانت مواقفه جريئة، فكان يصدع بالحق ولا يخاف في لومة لائم اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانياً، مكانة الشيخ كمصنف فهو من فرسان علم الاقتصاد والمالية والقانون وعلوم الشرعية، ويظهر ذلك من خلال مؤلفاته. ثالثاً، مكانته كأديب وشاعر، ويظهر ذلك من خلال مؤلفاته، وكذلك قدرته الكبيرة في ترجمة شعر السونيات شكسبير، وترجم من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية على شكل الشعر، يعني لها وزن وقافية، وتنظيمه أيضاً كشعر باللغة العربية. اسمه ونسبه هو الشيخ الدكتور عبد الله بن مصطفى بن أبي بكر بن محمد بن عبد الله الهرشمي المعروف بالنقشبندي، فقيه وعالم وأديب وشاعر ولغوي. ولد الشيخ عبد الله بن الشيخ مصطفى النقشبندي الهرشمي في مدينة أربيل من أسرة علمية عريقة في العراق في عام 1924 ميلادي. نشأ الشيخ ونما في حجر والده الشيخ مصطفى النقشبندي في مدينة أربيل، فأحب الشيخ ولده منذ صغره، وغرس فيه جم مزاياه وخصه بمزيد من التوجيه والعناية. لم يدرس الدكتور عبد الله النقشبندي في المدارس النظامية يعني الحكومية، بل تكونت قاعدته المعرفية انطلاقا من حفظ القرآن في حجر والده، وقرأ العلوم الدينية في مدرسة أبيه في مدينة أربيل، وأتقن اللغة الإنجليزية والفرنسية والتركية والفارسية كما يظهر في مؤلفات. ولقوة ذكائه أكمل علوم بفترة قصيرة، وحصل على الإجازة العلمية وإجازة الطريقة من والده، ثم زار الأمير عبد الإله بن علي مدينة أربيل، فأعجب بالشيخ عبد الله، وحين رجع إلى بغداد بعثه معه وعينه في ديوان التشريفات الملكية كمساعد رئيس التشريفات الملكية في البلاط الملكي في مدينة بغداد. الإجاز والإرشاد: كان الشيخ الدكتور عبد الله المرحوم عالما في العلوم الدينية، أخذ الإجازة من والده رحمه الله الشيخ مصطفى النقشبندي، وأجاز كثيرا إجازة العلوم وإجازة الإرشاد، فقد أجاز الشيخ الدكتور عبد الله 6 مرشدين بالإرشاد الكامل، وهم الأول ابنه الدكتور فائق الهرشمي، وهو طبيب كان في أردن ولكن رجع لأنه مريض الآن بأربيل. الثاني الشيخ محمد الترجاني، وهو عالم من علماء أربيل. الثالث الشيخ حمد الزبيعي. الرابع الشيخ طارق السامرائي، إمام وخطيب جامع ومرقد سيد الشيخ معروف الكرخي. الخامس هو الشيخ سعد الله أحمد عارف البرزنجي، وهو عالم مرموق من علماء العراق. السادس الدكتور الطبيب محمد الهرشمي، وهو من أولاده أيضا. صفات الشيخ: كان عالما فاضلا ذكيا حليما بشوشا حلو الكلام فصيح المنطق زايدا عن الدنيا لا يداهن الأمراء وأهل الدنيا متواضعا لأهل العلم وفيا محبا لأصدقائه وأصدقاء والده خبيرا بعلوم الشرعية شاعرا في اللغة الكردية والعربية له مؤلفات وعارفا بمصطلحات العلوم الجديدة والقديمة يستفيد منه العوام والخواص لعذوبة ألفاظه وفصاحة لهجته
ويتعلم من عربيته كل واحد، ويثني بالخير على من سبقونا بالإيمان. وفاته كان في أواسط سنة 1977 الميلادي. اعتزل الدكتور حياة العمل العام في جامعات العراقية، وقد أحال نفسه على التقاعد. وآخر عود له إلى مسقط رأسه مدينة أربيل سنة 1996 ميلادي، لممارسة الروح الإسلامي في جامع والده. وتوفي رحمه الله سنة 2000 ميلادي، وأوصى أن لا يقام لوفاته مجلس عزاء، فنفذت الوصية. فقد قال في وصيته لابنه الدكتور الشيخ محمد: فسوف أحاسبك أمام رب العالمين إذا أقمت لي مجلس الفاتحة. دراسته: درس الشريعة الإسلامية في الأزهر عام 1948، وحصل على بكالوريوس في الشريعة والقانون بتفوق من جامعة الأزهر وبالنصف المدة الدراسية المطلوب. وحصل على الماجستير في القاهرة، وبعد إكماله للدراسة العليا رجع إلى العراق. ثم يشجع والده لمعاودة الدراسة في أوروبا في جامعة ذات مكان عالية كجامعة باريس أو جامعة لندن لتحصيل شهادة العليا. سنة 1953 التحق الشيخ بمعهد هال في مدينة لندن، وبدأ بالحضور دروسا مسائيا في البلاغة والفصاحة لتحسين نطقه باللغة الإنجليزية لاكتساب القدرة على الخطابة والكتابة باللغة الإنجليزية. ودرس الدكتوراه لمدة 5 سنوات في جامعة لندن، وحصل على الدكتوراه بدرجة الامتياز سنة 1959. والرسالة بعنوان: نشأة أصل الإجماع في النظرية العامة للقانون الإسلامي والقانون الروماني، وهو أول عراقي يحصل على هذه الشهادة. وبعد ذلك حصل على شهادة الماجستير الثاني في القانون بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة سوربون الفرنسية. من مؤلفاتي: الرفيق الأعلى، بحث في برهان العقل والحكمة والفيزياء، الرقابة المالية العامة ومشروع مجلس الإشراف والتنظيم، معالم الطريق في عمل الروح الإسلامي مجمع الأشتات، المقتضب منهج جديد لعلم الوضع اللغوي، والمقتطف منظومة في علم الصوت، فصول في الأطوار الاقتصادية وأوضاع مالية ومحاسبية في الجمهورية العراقية، البرد النظير لسونيات شكسبير ترجمة شعرية، الحق والقانون، أمجاد الأكراد وانشق القمر، الحرية الجامعية، قصص من واقع حياته، وآخر دستغله باللغة الكردية، هزاربان كندوخان، ديوان شعري باللغة الكردية، علم أصول القانون، ونفحات الحياة، ديوان شعري باللغة العربية. العمل والمناصب: عمل الشيخ في عدة إدارات حكومية ومدرسا في بعض المعاهد والكليات العالية، ومن أبرزها عمل في ديوان تشريفات الملكية، ثانيا مديرا للمالية العامة 1959 إلى 1972، عمل وزيرا للمالية في الوزارات العراقية عام 1966، عمل وزيرا للاقتصاد في الوزارة العراقية عام 1968، وكان من مؤسسي المجمع العلمي الكردي في بغداد سنة 1970 إلى 1972 مع توفيق وهبي والدكتور كردوف من الاتحاد السوفيتي. زاور الدكتور من التدريس في الكليات العالية قبل تأسيس الجامعات في العراق، ثم في جامعتي بغداد والمستنصرية، ثم كمدرس في الكلية القانون، وأستاذ على الملاك الدائم في الجامعة المستنصرية، وأستاذ محاضر في جامعة بغداد، وهو أول من أسس ديوان الرقابة المالية في العراق، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي، وعضو مجلس الخدمة العامة، ومراقب الحسابات العامة، ورئيس مجلس الرقابة، وهو أيضا أديب وشاعر. فقد أقدم نموذجا، وهو كان له علاقة متينة مع أدباء العراقي، وكانوا يتبادلون هدايا ومنها الكتب. وقد أهدى إلي الشيخ جمال محمد الباجوري نسخة من كتابي المرأة في الفكر الإسلامي بجزئيه، وشكره بثمانية أبيات من الشعر قائلا: جمال الفكر في الإسلام سفر بجزئيه أتانا من جمال. ومن أشهرها قصيدة للإمام الشافعي الشهير من تشطير الدكتور عبد الله النقشبندي:
هذه القصيدة حتى الآن تقرأ في جامع الشيخ مصطفى النقشبني في مدينة أربيل، قائلا: قلبي برحمتك اللهم ذو أنس بفيض نور من التوحيد ملتمس. هذا الشعر، هذا الشعر هو طويل. جهود العلمية وآثاره الفكرية، وأنا أعرف ببعض كتبه هنا. أولا: معالم الطريق في عمل الروح الإسلامي، عدد صفحات هذا الكتاب 334 صفحة. هذا الكتاب يوضح للمؤمنين حقائق عمل الروح في الإسلام ببيان وكلام سهل، ويرشدهم إلى مبادئه ومقاصده، كما هدي إليه القرآن المجيد في آيات المحكمات، وفصلتها السنن النبوية المبينات. الرفيق الأعلى ومجمع الأشتات سمي بهذا الاسم لأن الكتاب يضم موضوعات مختلفة، والكتاب من الحجم الكبير، عدد صفحاته 374 صفحة. ذكر في مقدمته أن جمع هذه الموضوع لم يأتي دون رؤية وعلى غير منهاج، فالإنسان في تفكيره في وراء الطبيعة مرآة لقواه العقلية، وفي القانون منظم لأعماله، والإنسان يعبر عن أفكاره بوسائل أصواته ولغاته، فالفكر والقانون واللغة والصوت من مباحث هذا الكتاب. وأخيرا، قبل الأخير، الحرية الجامعية، وهو كتاب ذو حجم كبير أشبه ما يكون بالسيرة الذاتية، وهو كتب حينما كان طالبا في أوروبا، عدد صفحاته 351 صفحة. يقص علينا في هذا الكتاب أحسن القصص عن واقع الحياة العلمية في الجامعات الأوروبية التي تسعى لتشويه الواقع الحضاري للتراث الإسلامي. على الرغم من ادعاء هذه الجامعات للحرية والديمقراطية والفكر الحر، حيث يرينا الدكتور حمامة الحرية الجامعية في الغرب المتحرر كيف مسخت فصيرت العنقاء لهم اسم وليس لها مسمى. وأخيرا: أمجاد الأكراد، كتاب ذو حجم صغير، عدد صفحاته 68 صفحة. يقول الدكتور في التمهيد: هذه مباحث من تاريخ الكرد، وهي مباحث مقصودة لجلال مغالط فيما كتب في شأن الأكراد قديما وحديثا. الخاتمة، أقدم فقط النتائج. لقد جهد الدكتور شيخ بن عبد الله النقشبني وبذل نفسه وما يملكه من أجل خدمة الدين الإسلامي والمسلمين جميعا في العالم. كان المرحوم فقيه وعالم متواضع وأديب وشاعر ولغوي واقتصادي. كان الشيخ ذا مكانة اجتماعية يحبه الناس لأنه عالم بشوش ومتواضع ويمشي في حاجاتهم. كان حافظا للقرآن الكريم وعالم في جميع العلوم الشرعية والقانون، وله مؤلفات كثيرة في علوم مختلفة. أتقن اللغة الإنجليزية والفرنسية والتركية والفارسية، وكما أتقن اللغة الكردية فضلا عن تمكنه التام من اللغة العربية والكردية شعرا ونثرا. التوصيات: الاهتمام بمؤلفات الشيخ والاستفادة منها، ودراسة مؤلفاته في جامعات، وأخيرا العمل على إقامة الندوات والمؤتمرات أكثر سنويا للتقرب أكثر بين العلماء والأكاديميين. وأخيرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا على حسن استماعكم. شكرا للباحث أستاذ كارزان فخي خليل الكريم حول بحثه حول حياة الدكتور عبد الله بن مصطفى، وهو ابن المربي المعروف الشيخ مصطفى النقشبندي. الكلمة الآن والبحث الآخر للأستاذ الشيخ عبد المنعم جبار البدراني، وهو باحث وماجستير لغة عربية، وبحثه باسم الجهود الإصلاحية لعلامة العراق الشيخ محمود شكري الآلوسي، فليتفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، حديثنا عن العلامة الإمام محمود شكري الآلوسي هو حديث عن قامة كبيرة من قامات العلم والمعرفة العراقية، وإمام مجدد من مجددي الإسلام. وحديثي عنه بإيجاز يرتكز إلى قضيتين رئيسيتين في سيرته العطرة. الأولى: منهجه رحمه الله تعالى كان سلفيا، ويعد من المجددين للفكر السلفي في العراق. والمدرسة السلفية الحديثة تمتد جذورها إلى العلامة محمود، وذلك
من طريقين: الأول متعلق بتأليفه وكتاباته وتحقيقاته، فلقد اعتنى الشيخ محمود بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وكتب كذلك أئمة السلف كابن قتيبة الدينوري عليه رحمة الله، وكان ينسخ كتبهم بيده نسخاً يدوياً ويبعث بها إلى الأمصار، يبعث نسخة إلى الشام وإلى اليمن وإلى مصر. فالشيخ رحمه الله تعالى كان معتنياً بهذا الفكر السلفي المعتدل، وكذلك يظهر اعتناؤه بمنهج السلف ونشره عن طريق تلامذته الذين تخرجوا في مدرسته، وعلى رأسهم العلامة أمجد الزهاوي رحمه الله تعالى، والعلامة محمد بهجة الأثري، والعلامة عبد الكريم الصاعق رحمه الله تعالى. وتعد المدرسة السلفية المعاصرة هي نتاج هؤلاء الأئمة العلماء الذين تربوا في مدرسة محمود شكر الآلوسي رحمة الله عليه. والشيخ الآلوسي تجاوز العرب في دعوته إلى الكرد، فكان له تلاميذ من الإخوة الكرد تتلمذوا على يديه، ومنهم الشيخ رشيد حسن الكردي والشيخ محمد القزلجي رحمه الله تعالى. وتجاوز دائرة العراقيين إلى العرب، فكان عنده تلاميذ من العرب أمثال المؤرخ الكويتي عبد العزيز الرشيد، ومن السعودية سليمان الدخيل والشيخ محمد بن مانع. وخرج عن دائرة المسلمين فكان له تلاميذ من غير المسلمين، وعلى رأسهم الأب أنستاس الكرملي وهو مؤرخ ولغوي عراقي معروف، وكذلك كان له تلاميذ من المستشرقين الأجانب مثل مانسيون الفرنسي والإنجليزي مارغلوت، كلاهما تتلمذ على يد العلامة محمود شكر الآلوسي في معرفته بالإسلام وتعاليمه. هذا الجانب الأول المهم في حياته بإيجاز. الجانب الآخر المتعلق بالمواقف السياسية له. الشيخ محمود شكر الآلوسي عاش مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الخلافة العثمانية، وفي هذه المرحلة طلب منه مدحت باشا، وكذلك طلب منه البغداديون الذين يثقون به وبإخلاصه وبصدقه أن يتولى منصباً في إدارة بغداد، وقبل الإمام الآلوسي رحمه الله تعالى أن يكون في إدارة بغداد خدمة للناس وتحقيقاً للعدل وتحقيقاً وتأدية للأمانة التي ألقيت على عاتقه تجاه البغداديين في تلك المرحلة. المرحلة الثانية هي مرحلة الاحتلال البريطاني، وعاش العلامة الآلوسي رحمه الله تعالى 8 سنوات تحت ظل الاحتلال البريطاني. في هذه المرحلة عرض على العلامة أن يكون مفتياً للمملكة العراقية، فرفض ذلك رفضاً قاطعاً، وعرض عليه كذلك أن يكون قاضي القضاة في العراق، فرفض ذلك رفضاً قاطعاً أيضاً. وهذا من عظيم فقهه رحمه الله تعالى، لأن المحتل ليس له من المسلمين إلا جهاد الدفع، ولا يجوز بل يحرم، وهذا ما قطع به علماء المسلمين المتقدمين والمتأخرين. والشيخ العلامة محمود شكر الآلوسي هو يسير على نهج العلماء الذين أجمعوا على أن المحتل إذا غزا أرض الإسلام والمسلمين فلا يجوز لمسلم أن يعمل تحت مظلته بحجة فقه الموازنات أو تخفيف الضرر أو أشباه ذلك مما يتعذر به المتعذرون، فوقعوا في حبائل العمالة للمحتلين. الشيخ محمود شكر الآلوسي كان أوعى من ذلك، فرفض أن يكون قاضيا للقضاة، ورفض أن يكون مفتيا عاما للعراق، بل وقام المندوب السامي بإرسال
مبلغ من المال 300 جنيه في ذلك الزمان عن طريق تلميذه الأب أنستاس كريملي مساعدة له وهي شراء لذمته رحمه الله تعالى، ولكنه رفضها وردها عليه وقال له والله لئن أموت جوعا خير لي من أن آكل أو أن آخذ مالا لا أستحقه، وهو فقير الحال كان ينام على حصير، كانت حالته المعاشية رديئة وسيئة جدا، ولكنه قدم آثر دينه على دنياه رحمه الله تعالى. هذا الموقف، موقفه من الخلافة العثمانية وقبول العمل تحت مظلة الخلافة العثمانية لأنها حكومة مسلمة. هناك قضية متعلقة في هذه الجزئية مهمة جدا في هذه القضية، هو قبول العلامة الألوسي العمل تحت مظلة الخلافة العثمانية هو اعتراف بأنها حكومة شرعية وليست محتلة. هذا التوصيف الذي بدأ الحداثيون والتنويريون يثيرونه على الخلافة العثمانية ويسمونه بالاحتلال التركي، احتلال التركي لأرض الإسلام، وهذا قول باطل، إنما كانت هي خلافة إسلامية شرعية، وذلك علماء المسلمين الآلوسي وغيره كانوا يعملون تحت مظلتها في مجال الإفتاء وفي مجال القضاء وغير ذلك، لأن هذه حكومة شرعية، فتسميتها بالاحتلال هي كذبة كبرى وزور وبهتان يتعمده كثير من الحداثيين اليوم، حتى في كتب التاريخ في وزارة التربية يشيعون هذا التوصيف للخلافة العثمانية وهو زور وباطل، ولكن الآلوسي رحمه الله تعالى انتبه لهذه القضية فعمل تحت مظلة الخلافة العثمانية، ولكنه حينما دعي إلى العمل تحت خلافة أو تحت مظلة الاحتلال البريطاني رفض ذلك رفضا قاطعا. لا يفوتني في هذا المقام أن أربط الماضي بالحاضر وأذكر بشيخنا وإمامنا وأستاذنا الشيخ حارث الضاري رحمه الله تعالى، الذي كان نعم الخلف لنعم السلف في موقفه الشرعي من الاحتلال، من الاحتلالين الأمريكي والإيراني، إذ رفض العملية السياسية برمتها لأنه كان يؤمن بأن المحتل والغازي لأرض الإسلام ليس له إلا السيف وليس له إلا السنان وليس له إلا جهاد الدفع الذي أجمعت الأمة على وجوبه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يمكننا من أن نسير سيره وأن نثبت على ما ثبت عليه حتى نلقى ربنا وهو راض عنا غير غضبان، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا جزيلا للأستاذ الشيخ عبد المنعم جبار البدراني حول بحثه حول الشيخ محمود شكري الآلوسي والتزامه بالوقت المحدد، نشكره شكرا جزيلا. إخوتي الأعزاء، بقي لدينا بحث واحد وهو للأستاذ القانوني حسنين نوري صقر، وهو بحث بعنوان الدراسات المتعلقة بالمقارنة بين الشريعة والقانون في العراق بين عامين 1900 إلى 1980. فليتفضل الأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على هذا المؤتمر وعلى رأسهم الشيخ الدكتور مثنى حارف الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين ورحم الله والده الشيخ العلامة الدكتور حارف الضاري، وهو عالما ورمزا تفتقده الأمة الإسلامية، أسأل الله له الفردوس الأعلى. بحثي بعنوان الدراسات المتعلقة بالمقارنة بين الشريعة والقانون من سنة 1900 إلى 1908. في بداية قسمت البحث إلى ثلاثة مباحث. المبحث الأول تكلم عن الدراسات المتعلقة في القانون الأحوال الشخصية مقارنة بالشريعة الإسلامية، وفي المبحث الثاني تكلمت فيها عن الدراسات المتعلقة بالقانون المدني مقارنة أيضا بالشريعة الإسلامية، والمبحث الأخير أيضا وهو الثالث عن القانون الجنائي.
ومن هذا المنطلق ارتأيت المشاركة في هذا الجانب لعلي أقدم خدمة للشريعة الإسلامية عن طريق إظهار مستوى تفوقها وتقدمها على القوانين الوضعية، كما ارتقيت من ذلك معرفة قدرة من كتب في هذه الموضوعات في الوصول إلى مستوى معرفة أسرار الشريعة وأحكامها. فوجدت الكثير من الباحثين في الفقه الإسلامي من علمائنا في العراق في تلك المدة المذكورة قد ذهبوا إلى إجراء مقارنات بين مختلف الموضوعات في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، وخاصة القوانين العراقية في تلك المدة. ومن أهم هذه الدراسات التي تم ذكرها في البحث وتخص قانون الأحوال الشخصية دراسة الدكتور أحمد الكوبيسي والدكتور مصطفى الزلمي في شرح قانون الأحوال الشخصية والتعديل الخاص بذات القانون رقم 188 لسنة 1959، وأيضا دراسة الدكتور أحمد الخطيب في أحكام الميراث في الفقه الإسلامي مقارنة في القانون العراقي. وقد بين هؤلاء الأساتذة الكرام التعديلات القانونية كلا في محله، مبينين الأصول الفقهية المستمدة منها وبما يتوافق مع الأحكام الشريعة الإسلامية التي كانت في حالة تجانس ومقبولية مع النصوص القانونية المعمول بها، وكانت هذه الدراسات علمية ذات قيمة، حيث أنارت الطريق لرجال القانون والفقه والقضاء، كما أنها سهلت على الباحث الطريق لتتبع الأحكام الشرعية والاستفادة منها. أما فيما يتعلق بالدراسات المتعلقة بالقانون المدني مقارنة بالشريعة الإسلامية، فقد أخذت أهم الدراسات وهي مؤلف الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله بعنوان الكفالة والحوالة في الفقه المقارن مع مقدمة في الخلاف وأسبابه، وبين الدكتور المرحوم أن كتابه كان عبارة عن محاضرات لطلبة الماجستير، وتكون من قسمين، كان الأول في الفقه التعريف بالفقه والفقه المقارن وأسباب الاختلاف، أما القسم الثاني فكان في الكفالة والحوالة دراسة مقارنة بين المذاهب الإسلامية مع بيان أحكامها في القانون المدني، وطبعا القانون المدني العراقي على وجه الخصوص. وقد بين إمكانية وقوع الاختلاف بين البشر والاختلاف بين المسلمين وأنواع الاختلاف بين الكفر والإيمان، وقد بين الدكتور رحمه الله موقفه من الاختلاف وذلك بالابتعاد عن الاختلاف المذموم وعدم الوقوع فيه، بينما أوجب التمسك بالاختلاف الممدوح والأخذ به لأنه من لوازم التمسك بالإسلام. أما في القانون الجنائي فقد كتب الدكتور أحمد الكوبيسي، نعود إليه أيضا، عن أحكام السرقة وهي رسالة دكتوراه حصل فيها على درجة الامتياز، وأيضا كتب بحث فيه عن القاعدة القانونية والشرعية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأيضا رسالة الماجستير للدكتور الشيخ عبد الملك السعدي في الجرائم الجنسية غير الشرعية، وأيضا حصل عليها حصل على درجة الامتياز من جامعة بغداد في هذه الرسالة. سيطلع القارئ في هذه المؤلفات على مدى تميز كل منهم في مجال بحثه من الآخر في إظهار جواهر نفيسة محفوظة في جوانب الفقه الإسلامي المختلفة، ومدى شمولية هذه الشريعة وقابليتها للتطبيق في كل زمان ومكان، لأنها رحمة وعدل وتحفظ حقوق العباد ومصالحهم. ولضيق الوقت والكون أصغر الحاضرين عمرا، فأني لا أريد أتجاوز الوقت المحدد، فأني أختصر على بعض النتائج التي توصل إليها الباحث في بحثه، ومنها أولا سمو الشريعة الإسلامية وسيادتها وشمولها على القانون الوضعي. ثانيا استناد القوانين الوضعية في قواعدها إلى الكتاب والسنة، وخاصة فيما يتعلق بالقانون بالمعاملات المدنية وفي قانون الأحوال الشخصية. ثالثا من حيث العقوبة، أن القوانين الوضعية لم تضع عقوبة تقطع دابر المفاسد كما فعلت الشريعة الإسلامية، لهذا نشوف فيه شوية اهتزاز بكثرة الجرائم والمفاسد. رابعا ذهب العلماء الكبار إلى إبراز أحكام الشريعة الإسلامية واجتهادات فقهائها المؤتلف والمختلف فيها، وصولا إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية والتقليل من الخلاف الذي كان سببه جهل بعض علماء المذاهب بما يستند عليه البعض الآخر. هذا ما أردت تقديمه لخدمة الشريعة الإسلامية، فإن كنت موفقا فهذا من الله، وإن كانت الأخاء فحسبي الله. شكرا للأستاذ حسنين نوري سقر حول دراسته القانونية الشرعية المتعلقة بالمقارنة بين الشريعة والقانون في العراق
بين عام 1980. في الختام إخوتي الأعزاء، نشكر الإخوة الحضور وأعتذر للإخوة الباحثين حيث ضغطت عليهم في الوقت، ونشكر مرة أخرى القسم العلمي لهيئة علماء المسلمين في العراق لقيامهم بهذا المؤتمر القدير. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.